سلام من الله عليكم مشاهدينا في كل مكان واهلا ومرحبا بكم ونحن نلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم حادث اليوم. حلقه اليوم بعنوان اصداء زياره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى مدينه الموصل والاسباب الحقيقيه وراء تاخر اعمار مطار الموصل وما مدى تجاوب معاليه مع مطالب اهل المدينه. بالرغم من مضي خمسة أعوام على تحرير مدينة الموصل، لا زالت المدينة تعاني من انقطاعها على محيطها الخارجي. فلا مطار يسافر منه الأهالي إلى بلدان مجاورة أو بعيدة، ولا محطة قطار تقلهم إلى العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، مما زاد من صعوبة الحياة بهذه المدينة، وضاعف من حجم المشقه التي يتكبدها ابناؤها ورغم الامال التي علقها الاهالي على زياره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوضعه حجر الاساس للمطار الا ان شيئا لم يتغير فضلا عن التاخر الكبير والتلكؤ الذي تشهده المدينه في انجاز الكثير من المشاريع اسباب كثيره يعزى اليها هذا الامر لعل اهمها الفساد الذي نخر المدينه. فما هي اسباب تاخر اعمار المطار ومحطه القطار؟ وما هي اسباب تاخر المشاريع؟ واين تبرز اهم مظاهر هذا الفساد؟ وما هي المقترحات المطروحه لتجاوزها في ظل زياره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الموصل؟ معنا في هذا الاستوديو اليوم ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ لازم حميد الناشط والمتابع للشأن الموصل أهلا وسهلا بك أنا وسهلاً في البداية نرحب بك أجمل ترحيب في الاستوديو ونبدأ أولى جولاتنا من الأسئلة معك في هذا اليوم حول موضوع الحلقة ما هو تقييمكم لزيارة معالي رئيس الوزراء الى مدينه الموصل كما ترونها <applause> بسم الله الرحمن الرحيم تحيه الك وتحيه للاخ المخرج وتحيه لمشاهدي قناه الموصليه الفضائيه. بالنسبه لزياره السيد رئيس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي في كل الاحوال لابد ان تكون ذا فائده نوعا ما في كل الاحوال هي لا تخلو من فائده حتى لو يحقق 10 عشر او 20 او 30% من الشارات اللي نحتاجها او اللي نريدها. الزيارة كانت هي شبه اعتيادية وشبه مجاملة صارت بصراحة لكن حضوره واجتماعه مع نواب محافظة مدينة يعني مدينة نواب نينوى يعني هو ما كان يريد يجي يعني مجاملة اجا مثلا؟ والدليل انه الوقت ماله يعني عدة ساعات يعني هي مو جاء مثلا يومين او ثلاثة وطلع على المشاريع وراح لهناك وجاء ليش الجسور متأخرة؟ ليش هذا الاعمار متأخر هنا؟ ليش هذا عندكم معوقات؟ هاي ما صارت الحالة يعني, يعني نقدر نقول عليها بروتوكوليه اكثر من بروتوكوليه مجرد انه دي أكثر هي حق نعم بس قد فرضنا نعتبرها في كل الاحوال لكن لا تخلو من فائده في كل انت, أنت تراها هكذا يعني لا الا فائدة يعني وان شاء الله ان شاء الله يعني نعم أه هل ترون انه سيتم انجاز شيء من الذي ذكر امام معاليه في هذه الزياره؟ هم الاخوه يعني استاذ النواب ذكروا المشاكل التي تعاني منها نينوي في قضيه اعمار المشاريع الاستراتيجيه المهمه هو استمع منهم لكن هل سينفذ طلباتهم؟ هل ست يعني توجه الى هذا العمل مثلا ويساعد مدينه محافظه نينوي بهذه الامور؟ الرجل طلب من محافظ المدينه والمسؤولين في المدينه ان ياتوا الى بغداد يعني ياخذون معهم متطلبات الشيء اللي يحتاجوه شنو عندهم مشاكل محافظه نينوى ودوها السيد رئيس الوزراء هناك بغداد يلتقون مع الوزراء ويلتقون مع المسؤولين ومع مع من اجل حل هذه المشاكل التي تعاني منها نينوى وفي كثير من الامور. خلال هذه الزياره صرح معالي رئيس الوزراء بانه نهايه هذا الشهر سيتم وضع حجر الاساس لاعاده بناء مطار الموصل، برايك لماذا او ما هو السبب الحقيقي وراء تلكؤ وضع حجر الاساس لحد الان استاذ هو في كل... ليش يقول لك يا... لا, لا تخلو فائده هو زيارته في هذا الوقت وطرح موضوع المطار م. يعني اربك الكثيرين يعني قد ما يطلع رئيس الوزراء بمؤتمر صحفي نعم. او او ش... اثناء اجتماعه مع النواب يقول انا ما عندي مخططات شلون تريدون يعني على مشروع وهمي اي مخططات قل... مال المطار نعم يعني فاجئ الجميع من سالوه ليش ما تضع الحجر الأساس في هذه الزياره للمطار قال ما عندي مخططات قوتي اضع حجر اساس على مشروعي هذا عندما سالوا الاستاذ منصور المرعيد بعدين رئيس الوزراء طلع بمؤتمر صحفي الرجل قال هناك نواقص او مستمسكات شلون نقولوا بالمخططات وبالمعامله الاجراءات والاجراءات الرسميه المطلوبه لا. في المطار فان شاء الله تكتملوا انا من راس الشارع عندكم راح اجي بموضوع المطار بهذه الزياره ليش بقول لك لا تخلو من فائده يعني نحصل. يعني المستمسكات المفقوده هي مخططات المطار هي المعامله مال مخططات المطار اكيد المحافظه مسلمينها ببغداد يعني انتهت بين نقول بين بغداد وبين الموصل شيء ضاعت مثلا هي مو ضيع وانما تنفقد هي اكو نسخ يعني المهم اي نعم منصور الاستاذ منصور قال من من اكو نسخ يعني الاستاذ منصور المرعيد قال اكو نسختين أي. يعني قال له رئيس الوزراء قال له أنا عندنا نسختين يمكن يعني هي وكامله ومكمله يعني هكذا ان شاء الله يعني هكذا صرح مخططاته اكيد اكو اكثر من نسخه اكيد لا لا اكيد هم يعني موجوده وان شاء الله موجوده وان شاء الله يعني المطار انحصر بهاي الفتره يعني من هنا راس الشهر لازم نحل موضوع المطار بعد يعني ما معقول يتلك رئيس الوزراء عندما اعلن امام الاعلام وامام النواب وامام الجمهور كله قال راس الشهر انتهى الموضوع وشاف المطالبات من اهالي نينوى الكل تطالب بموضوع المطار لان صار قضيه مساله تحدي. استاذ احنا كموظفين كم في دوائر جدا حريصين على أن لا يضيع أي مستمسك صغير من مواطن عادي لأنه سيترتب مجلس تحقيقي نعم. وكذا علينا كموظفين فكيف فقدان مستمسكات مهمة تخص هكذا صرح كبير بين بغداد والموصل أكيد العملية يعني مبيتة ومتعمدة متعمدة طبعا هو كسر الحديث عن هذا الموضوع هل يعني اهم شيء من هو المتسبب حتى لا تتكرر يعني انا واحد من الناس طالبت السيد المحافظ ان يرد على رئيس الوزراء في بعض الاحيان المحافظ يقول لك انا احتراما لرئيس الوزراء ما اقدر اقول له ان المخططات او الاجراءات او المعامله او الأولويات موجوده بالجهه الفلانيه صارت يعني تعرف اكو امور هم بروتوكوليه يعني بين المسؤولين بين يعني ممكن في الموصل ممكن في بغداد اي في بغداد ازي شيء اعتقد لأنهم يعني هم مسلمين البعض يعني عده مرات راحوا لان يعني العام راح السيد المحافظ وكان نائب نايف... نايف... يعني, نايف... يعني نايف... شو يقولوا له ل... يعني السيد المحافظ يقولوا له ضاعت؟ عادي المعامله ضاعت عادي عادي عندهم ماكو اشكال يعني بهذا الموضوع قالوا له ماكو مستمسكات شو يسوي يعني الرجل؟ انحرجوا هو انحرج يعني صار في موقف لا يحصد عليه م. وهم نقول ما ما نعرف من السبب هل اداره المحافظه انا ذكرت قلت اذا هم يردون على السيد رئيس الوزراء يطلعون نفسهم واذا ما يردون في الكره في ملعبهم هم يتحملون مسؤوليه عدم وجود المستمسكات في بغداد نعم واعتقد المحافظه ما ردت وظلوا التزموا الصمت وخلوه على الله وتوكلوا على راس الشهر ان شاء الله برايك المحافظ يتحمل مسؤوليه هذا الامر ام الذين أه يعني كانوا سبب في فقدان هذه واكيد اكو اجراءات يعني تعرف محافظ من يسلم معامله اكو يعني ناس اكو معاونين اكو مدير صندوق الاعمار كان التنفيذ سيد عبد القادر فهم لازم يسلموها جهه معينه يعني, يعني مو راح زدتوها مثلا ببغداد او على ميزو ومشوا اذا 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 موجوده منطوها واذا ما موجوده فالمصيبه اعظم يعني هي كارثه معناتها يعني حتى اللي اللي, اللي, دزها اللي دزها اكيد راحت اولا راحت بالبريد لانه تخص دائره يعني من وزاره النقل يعني يعني, يعني, يعني مو شخص, شخص اعتقد بريد لازم شايليها باليد يعني مو مال بالبريد هيك ايه معامله لان هم رايحين عليها يعني استاذ على المطار المطار مو دار سكن نعم اي ليش ايه تقول لازم حتى حتى صاحب الدار <applause> يوديها بايده مثلا نعم. أه الدائره عبر البريد مالتها توديه الى دائره ومن يستلم هناك يوقع على الاستلام وهذا يوقع على التسليم منو اللي وقع؟ ما يدورون منو اللي استلم؟ لا لا ما يدورون الحمد لله وشكر ما يدورون ما يدورون يعني شغله عادي زين فقدت مسكات راس الشهر قالوا نجي نضع حجر الأساس ونهوي الموضوع ان شاء الله واحنا هم قلنا ما مشكله ما ضل راس الشهر هي 20 يوم ان شاء الله ويا ريت يتنفذ الامر ويضع حجر الاساس وينتهي هذا الملف مناسب التأويل استاذ ابو البغداد اذا ما استلم واذا ما موقع يقول لك يجوز هذا اللي جابها من الموصل شكها بالطريق وذبها يقدر يقول هي عده احتمالات موجوده بس خلينا نحسن الظن بالجميع ونقول انه فقدت لاسباب او فقدت بصوره غير متعمده، لكن هي كل الاحتمالات موجوده. هناك اكو آه ناس داخل المحافظه ما تريد يمشي المطار وفي بغداد اكو آه ناس ما تريد يمشي المطار. يعني بتاريخ الشعوب ما صايره ترى. اكيد هو لو صايره بتاريخ الشعوب مو معقوله مدينه خمس سنوات ما يقدرون لا يعمروا مطار لا يجيبون جسر جديد لا يعمروا مستشفى مستشفيات مستشفى رئيسيه وليس المستشفيات المياه 100 سرير و200 سرير. نعم. هل هناك يعني هذا السؤال هسه يطرح نفسه حقيقة وراء كل اللي صار هل هناك جهات أي شخص راح يفكر بهذا السؤال هل هناك جهات مستفيدة من عدم إعمار مطار الموصل ومن هي إذا كان هناك أستاذ غزوان المواطن بالموصل عبر صفحات الفيسبوك وبالإعلام أو من يتحدث ويا مسؤول هو يتهم جهات في الإقليم أن الاقليم ليس من مصلحه الاقليم ان يعمر مطار الموصل. البعض يقول سلطه الطيران المدني انا التق... يعني التقيت باحد الاخوان بالسلطه يقول احنا ما نريد يصير هسه مطار الموصل القديم وبعدين هذا المطار اللي بالسحاجي ما معقول نصرف مثلا 200 مليار هدر اموال وبعدين نروح نريد نعمر ذاك المطار. المدينه ما تتحمل مطارين. بعض الجهات يقول لك لا السيد رئيس الوزراء بيساومون عليه على الموضوع خلينا نحكي يعني شلون نقول طق طيب طق طيب طيب حتى يعني بس كلها شغلات ان شاء الله يعني فضل احنا بلد ووطن واحد ما عاد يسال اي مسؤول يقول لك رئيس الوزراء يساوموا على هذا الموضوع مثلا ما يخلوا آه ناس يقول لك لا الشركه الفرنسيه لازم يعني فرنسا هي اللي تسوي المطار يعني السيد الكاظم ينطي كلام انه فرنسا هي شنو المشكله اذا فرنسا تسوي المطار؟ آه إذا فرنسا الفرنسيين ردوا 400 وكسر مليون يورو. من ضمن المبلغ 90 مليون يورو حمايات أمنية، هاي جريمة يعني مو ممكن ما حد يقبلها، سلطة الطيران المدني رفضت هذا من خلال اللي عرفوا رفضوا لهذا الأمر ما قبلوا عليه، قال لك نعم مبلغ, يعني مبلغ, نعم. مبلغ ضخم وبعدين المطار هاي أساس إذا هنا أو إذا هناك، إذا هناك راح يطول لفرد خمس سنين احتمال احنا نغادر إلى رب العالمين هم ماكو يعني ما يصير هذا المطار للاسف انت تشوف انت الصحيه لا يعني مشروع بسيط كلش دا يتاخر المطار الموجود بالدواسه نعم هذا القديم يعني نعم القديم ايش قد كلفه اعاده اعماره عندك فكره؟ بنلتقي بنلتقوا بالسيد الحلبوسي تحدث معنا الاستاذ أبو القادر الدخيل قال كان 220 مليار دينار وبعدين نزلوها صارت 189 واكو ناس قالوا تنزل لنا 150 يمكن النائب دكتور وعد القدو قال هو يراد له 25 مليون دولار و يعني 70 مليون كافي عليه انا شايفه يعني مليون يعني نعم المدرج يعني يراد له مدرجين وقاعد استقبال وقاعد استقبال نعم وقاعد, نعم وقاعد مغادره انتظار ومغادره والبرج وهي الشغلات الله وكيلك كل شيء ما يراد له وعندنا كفاءات مدارج اثنين و... نعم او نعم نعم ثلاثه يعني حسب نعم استقبال الطائرات قاعتين قاعه استقبال وقاعه شو اسمه ولا هو بمسافه مثلا هو بتشول حتى التريد. مسافه واسعه لانه قريب جدا قريب وحتى قالوا على مود يعني على المدينة. من تنزل الطائره الطائرات البوينغ ما تنزل قالوا لا نقدر مناخذ من التله اللي ورا يقصون منها وحتى يزيد يمكن 300 متر 400 متر يعني هاي اللي ذكرت لي اعاده اعماره ايضا كبيره هم اقل شيء سعر صار 189 مليون أه 189 مليار عفوا 189 هذا الكلام ليت العيسار ويا سعد عبد القادر 189 قال نزل المبلغ كان 220 يمكن نزل على 189 مليار مليار وبعض الجهات يقول لك لا هذا هم مبالغ بالرقم يعني ما ماكو على هذا المبلغ نعم مثل ما تفضلت هو مدرج وقاعات قاعتين قاعتين ثلاثة ايش قد ما تكون كبيرة ايش قد ما, ما تكون مسألة اعتيادية دنك وما دنك شغلات شلون نقول المول ينبني مليارين ثلاثة وشنو القاعة كبر المول مو شو تريد لبسهم الـ 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 الحيطان والسقوف؟ شو تريد لبسهم ماكو مرمر ما و حل هذا آه يعني ال نشتغل بالبيوت وما بيوت كلتنا عدنا منه بس اللهم اذا يلبسون ذهب طيب. هاي آه واحد ما ادري ما اكيد يعني ما على العموم قلتم في احدى تدويناتكم ان قصه المطار اصبحت قصه حزينه، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ في اول لقاء عندما استلم الاستاذ منصور بن العيد التقينا به بقاعه نقابه المعلمين وتحدثنا على موضوع المطار قال موضوع المطار يطول سته الى سنه هما سنة. قال لي هم يريدون سنه فاحنا قلنا لهم لا الا بست اشهر. انا كنت واقف يوم المنصه قلت للساد يا ريت تنطوهم المطار وخلي يكملون اياه بسنه مالي ست اشهر بس خلي يبدون القاطرة الله يعني شيء شيء صار لها بس خلي يبدون. اجى الاستاذ فالح الفياض اللي هم منو يبدون؟ الشركه اللي تاخذ نعم كان هو دي يقول الشركه تريد سنه انا قلت لهم لا اريد بست اشهر. فانا قلت له خلي سنه فعلا لو سنه ظلينا على سنه 19 سنه 19, 19 كمل بال 20 كمل. صح لو مرتين صار لنا سنتين. اجى الشيخ فلاح الفياض اردنا على الموضوع عليه استلم الاستاذ نجم الجبوري في اول جلسه في قاعه نقابه المعلمين تحدثنا وياه على موضوع المطار قال ابشروا خير ان شاء الله وبدات الشغلات هذه وشفت انت وراها جار السيد رئيس الوزراء وراحوا البغداد وقالوا شركه فرنسيه واكو ناس ردت قالوا لهم ما راح يصير المطار وزعل السيد المحافظ وطلعوا النائب الفلاني قال لكم ابشروا المطار بعدين جاء السيد رئيس مجلس النواب قال واقع حال المطار بعدين سووا مطار الانبار وخر المطار الموصل خارج التغطيه ولها فقصه حزينه يعني صار لنا جد نقاتل من 19 20 هاي اربع سنوات وسنه 18 مع اذا ما مشكله نعم يعني انت اربع سنوات تطالب شنو هال ونزل تحتاج يعني انت ما تشوف انه المواطن يقول لك انا اذا اطلع الاربيل مثلا اطول وبال... بالاقامه وبغيرها وبغير ما هنا عندي بالمدينه المطار ماتي يعني اطلع بيه واسافر واغادر المكان بعدين دي اثر علينا لحد الان ما حد يجينا من وراء هاي الامور وانا ذاك اليوم قلت لك كثير امور تصير يحصل المطار، يجون الفنانين كانوا يجون الرياضيين تضامنا مع مع مدينه الموصل او محافظه نينوى. شكرا لهذا التوضيح استاذ لازم حميد، مشاهدينا نذهب الى فاصل ونعود بعده لنكمل حلقه اليوم، تابعونا. عدنا واياكم مشاهدينا بعد الفاصل لنكمل حلقه اليوم من برنامجكم حدث اليوم. استاذ لازم قبل الفاصل تحدثنا عن المطار ولماذا تاخر وضع حجر الاساس وايضا تداعيات تاخير بدء العمل فيه وايضا تكلمنا عن زياره رئيس الوزراء الى مدينه الموصل. في هذه الزياره ما الذي تم إنجازه في هذه الزيارة لحد الآن برأيك؟ والله هو أكو أمور بسيطة يعني أنجزت أو استفادوا منها أهل مصر يعني ليش أقول لك يا لا تخلو من فائدة؟ نعم أنه السيد رئيس الوزراء التقى بعوائل تقريبا أكثر من 200 طفل أيتام التقى بهم مأدبة غداء وأنطاهم يعني مبالغ مالية فكسب بهم أجر وأفرحهم بهذا العيد فاحنا عندما نشوف 100 150 عائلة تقريبا تم يعني الفرحة إلها بمناسبة أن السيد رئيس الوزراء سوى الأطفال مأدب الأطفال هم انطاه مبالغ مالية هاي هم يعتبروا نعتبر إنجاز له يعني يشكر عليه أقل ما خلت من فائدة لأن هذول من فرحة وإحنا فرحنا من عندنا نعطاهم فلوس كأنما إحنا استفدنا والحمد لله وشكر هاي إحدى النقاط والنقاط الأخرى اللي صارت حديث المرة شوية الجمهور تحدث أزيد باللقاء وياه على مود قضايا الموصل انطرحت مواضيع كثيرة يعني المشاريع الاستراتيجية ان الجسور المستشفيات المطار الدوائر الملاعب يعني كافة عاد يعني الموصل خمس سنوات يعني شتي بعد فاكيد هي قلت لك لن تدخل نعم ما الذي الان طبعا الان الحكومه المحليه في اختبار حقيقي هي تصرف الاموال وتعمر الكثير من من قطاعات المجتمع وفي نفس الوقت تتهم بأنها لم تبدأ حملة الإعمار الحقيقية بسبب أنها لم تعمر المطار لم م. تعمر المستشفيات لم تعمر الـ يعني المنشآت الكبيرة الاجتماعية نعم الآن استراتيجية. هي في, في امتحان حقيقي ما الذي برأيك ما الذي يجب أن تفعله الحكومة المحلية الآن لكي تكسب ثقة الشعب تجاهها اليوم كنت اسمع الى تصريح او لقاء السيد المحافظ مع اذاعه الرشيد فذي يسال يقول له المشاريع الاستراتيجيه هي مو علينا على الوزارات ويمكن عده مرات يعني تحدث فيها السيد المحافظ بهذا الموضوع أن المشاريع الاستراتيجيه هي ضمن اختصاص الوزارات في احد ال يعني قبل العام احد النواب طلع بتصريح قال انه هيك مشاريع استراتيجيه المستشفيات رد عليه السيد المحافظ هم نفس الحاله قال انه هاي ما عاد لنا طيب ما عايدة لنا زين شلون نعوفها؟ انا هذا السؤال لا لا هو يقصد مثلا ربما يقصد انه ما عاد لنا لازم لا لا الوزاره لا الوزاره قصدي نعم الوزاره اي انا معك انا التقيت بالسيد وزير التجاره الاستاذ علاء الجبوري بمضيف حارثغه تحدثت وياه على موضوع الجسرين الرابع والخامس في حينها على مود العمار اتصل بالسيد الوزير مباشره وصار حديث ورا الاتصال السيد الوزير هي قالت له خلال اسبوعين وراها بسنه يلا صارت الاحاله انت شيء اذا ما تتابعه ما حد يدير لك بال بصراحه انا اعتبر المحافظه مو انه اقول لهم هذا عليكم ولا و... ويجب... ما عليكم انا هو لا لا السؤال يجب على المحافظ ان يتابع كل هذه المشاريع اللي تابعه الوزارات لو اكو مدراء عامين لا الم... المدراء ما المدير المدير, المدير المدير العام من يروح مثلا مدير الطرق والجسور يروح لبغداد يقول للوزيره الوزيرة على الله يرجع هذه اي الله كريم بس من يروح المحافظة وإدارة المحافظة مثل المعاونين ويروح خمس ست نواب ويطالبون مطالبة جدية من الوزير أو الوزيرة إن نفذت نفذت ما نفذت أروح لسيد رئيس الوزراء سيادة رئيس الوزراء كافي احنا خمس سنين صار شو بعد عشر سنين يعني شلون هسه احنا ما نطالبهم ما يسوون يعني من. يعني برايك الوزراء هيك يتعاملون مع مدراء العامين يعني يقول له روح ويصير خير لو يقول له ايه لو يقول له لا لو يقول له بفلان لو جميل. يقول له بفلان تاريخ مثلا بعد ثلاثة اشهر او بعد سنه ممكن ينطي له سقف زمني هذا 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 السياق هو كثيرة. هذا السياق المحترم الطبيعي في كل دول العالم اما يقول له هذا المشروع ما يصير لانه مثلا ميزاني تعالي واحنا ما نقدر نعم. او او في او حجه ثانيه او يقول له هذا اوكي راح يصير ان شاء الله راح نبلش به او يقول له راح نبلش به بعد مثلا ست شهور او سنه اما يقول له روح والله كريم راح تخليني نطلع عن الموضوع ونبت تخلينا مو يعني هاي مو هاي س... يعني هاي سوالف هاي سوالف مال شو اسمه يعني قبل فترة العام بنيت 2012 اي وزاره الاسكان والاعمار التعمير قالوا مشروع مجاري نينوى والايمن 638 مليار دينار طيب المجاري قبل فتره كانوا يقولون ما احنا ما عندنا ميزانيه يحتاج لهم مليار مليارين ما عندهم طيب شنو هاي الحنيه انه انت بشهر 12 تنطيهم 638 مليار زين انت ما طول عندك هيك امكانيه تنطيه 638 مليار ليش ما عمرت الجسور ليش ما عمرت الطريق الحولي نعم نحتاج المجاري بالجانب الايمن بس انا انا اضمن لك انه اذا المواطن يشوف الطريق الحولي يشوف الجسر السادس والسابع كاملات يقول لك اوف المجاري ما اريدها تدري ليش لان مشروع الشارع مصر جديده صار له سنه والمنصور صار له سنه لحد الان ما سنة وشارع تجاري وشارع حي وشارع مستهل واللي بيه الإطارات أهل الإطارات والألمنيوم وغيرها والمزارعين وتعرفوا وانت يعني شارع حيوي بشكل ومستجد الساعة منطقة حيوية وراقية وغالية صارت لكن للأسف صار سنة العالم متبهدلة بشدة من تفوت على حالة وتقول انت ما أدري بيها جزيرة عايش بالبتشول على أساس زين انت شنو هنا عندك 638 مليار تنطين وما عندكم ما تسوون الجسر السادس والسابع وتاخرون لي حاله مال الجسرين الرابع والخامس وغير جسور بغير مكانات تنحال على السريع ليش؟ هذا شو واقع حال احنا ما نريد نجامل مهم. او نقول والله لا يزعل فلان او لا الجهه الفلانيه تزعل موجود يعني كلها شلون كل من حسب اللي يريده هو بقناته فانا من النوبات دائما اتحدث اقول نعم السيد المحال عيني وراسي صحيح الجسور المطار المستشفيات على وزاره الصحه بس اكو فرق بين انت الطالب وبين فرق انه انت ما طالب يعني مستشفى الجامعي 600 سرير بالجانب الايسر برايك مثلا المحافظ ما مطالب؟ ما مطالب قبل؟ احنا ما نقول ما مطالب بس هي رادة جدية مم. اكو فرق بين انت تعمل بجدية واكو فرق بين انه انت تروح البغداد صارت صارت ما صارت خليت ورجعت تالي ما يصير المسؤولية امانة انا اعد ما اتمنى على المسؤولية يجب ان يكون قد يجب ان يكون بقوة عمل ما اخلي ليل ونهار لازم اني اتابع الاهل يعني العفو اهلك أنا مو تقصد على بس نجيب على كل محافظة العراق أستاذ خلي خلي حتى لا نظلم أحد نعم الحكومة ببغداد كل زين تعرف هذه المدينة طلعت من داعش نعم من حرب ضروس وتعرف وضعها كل زين إذا تريد سواء الوزراء رئاسة الوزراء رئاسة الجمهورية كل الـ يعني كل الـ الجهات المتنفذة نعم. في بغداد اذا يريدون يسوون مشروع في الموصل سواء الصحه النقل في اي في اي وزاره تابعه يسووه ما يشوفون الواقع يشوفون كل هاي الصور وكل هاي الفيديوهات ويشوفون هذا الخراب اللي صار بالمدينه القديمه وكذا يعني المدينة القديمة صار قد ودي نعم. وجيب وجر الواجهة النهرية و 73 بيت إذا... بيع نبيع وكل هاي, الحمرون. وكل هاي الفلوس وكل هذا الفرق بالنفط بسعر النفط هاي الأموال سب الجنوب ماذا تعمرون والموصل طلعت من داعش فيعرفون وضع الجنوب زين ويعرفون وضع الموصل زين إذا يريدون يعمرون ما يحتاج المحافظ إذا يطالب أو المدير العام يطالب ما يطالب لو طالب مئة مرة وما يريدون ما يسوون واذا يريدون بدون مطالب يسوون لانه هذا بلدهم الموصل الموصل مو سهل. بس للم... لاهل الموصل انا وياك والنجف زوان. مو بس لاهل النجف والبصره أسهر. مو بس لاهل البصره هذا الحكي على كل المحافظات حتى لا, يعني إيه؟ طبعًا, لا, إيه لا طبعا لا لا راح أقول لك شغله على كل المحافظات هسه رئاسه الوزراء ما تتدخل راح اجيب لك مثال في البصره طلع اكو واحد عبد الله ويت كان مقاول الله يرحمه توفى من اهل الحله قدم تندر ب 61 61 مليار يسوي جسر بالبصره. اجت شركه اشتغلت هذاك الجسر ب 141 مليار، رئاسه الوزراء ما تدخلت. رئاسه الوزراء تعرف بالبصره ما بي حلو، وتعرف اموال كثيره راحت البصره، ما تتدخل، يقول لك انا اعطيك فلوس تشتغل. هذا اللي انا قناعتي صار عندي قناعه، رئاسه الوزراء والدليل احنا من اقول لك الزياره عندما تكون رئيس الوزراء المدن كيف نيجي رئيس الوزراء يزور مدينه مليش يطلع انت ايش عندك نقص هاي ليش الدائره هيك هاي ليش البنايه كذا هاي ليش ما عندك فندق ليش ما عندك بلان شيء مثل ما تفضلت هم لا هسه احنا وكل من يحارج ايده له صايره ما له دخل رئاسه الوزراء تجي الموازنه المحافظه المحافظه تنجز بها تدري ليش؟ يقول لك انا ايش ما طول ما حد يطالب احد المسؤولين فينا نينا وفي يوم من الايام قال أن رئيس الوزراء مرتاح لنا فانا علقت قلت طبعا مرتاح لكم ما حد يطالبهم وين يشوفون مسؤولين ما حد يريد اذا الخلد يرجع المسؤول بس انا من مظلوم من اشوف فندق الموصل وفندق نينوى قبل ست اشهر اجى السيد وزير الثقافه والاعلام وطلع بمؤتمر صحفي قال فندق اشور قال فندق الموصل فندق الاوبرا بمشاكل الاوبرا قانونيه بس عندنا الموصل وعندنا الاشور كان ممكن انه يعمروهم زين ليش ما عمرتوا صار ست اشهر؟ بدنا نهدد نشيلها زين ليش ما تابعتوا؟ ليش ما رحتوا للوزير؟ ليش ما جبتوا من السيد رئيس الوزراء؟ ليش ما اخذتوا وزير مثلا التجاره والصناعه وياكم وروح للسيد رئيس الوزراء واخذ نوابي أنا؟ من يصير ضغط على رئاسه الوزراء ومن يصير ضغط على الوزراء راح يصير ي نتيجه, نتيجة يتفاعل الموضوع هذا ظرف اسوء وقع هذا لما تقول لي يجي السيد رئيس الوزراء يقول لك سوي فيلم ما له دخل عسى ما بظل بلا فندق بعد 20 سنه وسع الموصل اذا ما حد يطالب راح يظل ولا حد يدير نعم احنا عتبنا على نوابنا لان ما متحدين نوابنا لو متحدين ال 34 كان النتيجه جيده تصير لو يروحون ال 34 او كل الشغلات الاخرى انت من 34 نائب يروحون السيد رئيس الوزراء وبعريضه كامله ويروحون رئيس هاي الشغلات السنة. الاخرى شنو؟ يعوفون هاي الشغلات الاخرى شنو؟ المشاكل اللي بينهم قصدي العفو انا نعم. تقدموا تقدم بحد الديمقراطي بحد الاطار بحد الكذب بحد يعني ما بيشياء نعم. يبدل فتح فتح يعني العصائب كل جهه بحث قصدي يعني يتحدون الكل ويذهبون السيد رئيس الوزراء ويطلعون بنتيجه من اجل خدمه محافظه نينوى واهلها الذين هم انتخبوهم نعم. من كل الاطياف والقوميات والديان والمذاهب يعني هاي الكل هم اللي ثانيا منو يقول رئيس الوزراء يرتاح للشخص اللي ما يطالب؟ منو يقول؟ بالعكس احتمال اي محافظه ما تطالب راح يقول هذول غير نواب كساله هو بينه وبين نفسه بس لا يطالبون كيف عليهم لا يشتغلون بيطالب. لا شيء بينما من يشوف نواب محافظه فلانيه يطالبون وكذا ويسعون يقول والله هذول كل شيء انا سمعت يعني السيد رئيس الوزراء لانه هو متى ينطي من جيبه فلوس بالضبط السيد, السيد, رئيس الوزراء راح المحافظ صلاح الدين أي. قال هاي ما محافظه هي كارثه هي كارثه 800 طبعا. مليار دينار الدين دي صلاح الدين راحت ما حد يعرف وين صارت وديك يا صلاح الدين روح شوفه مع الاسف يعني فليش اقول لك انا ما اقدر يسول يمشي قال هاي ما محافظه هذه يعني فات وطلع بالمدينة ضحك شاف قال ما محافظة هذه وسحنا ما عندنا مطار لا عندنا مطار لا عندنا فندق لا عندنا مستشفى عشر طوابق او ثمان طوابق تسع طوابق ليش؟ يعني ما يلوق لها جس... يعني معقول الى حد الان ينوم بها طريق حولي صار لنا 20 سنه بعد الاحتلال الامريكي يعني معقول طريق حولي ما قدرنا نسوي ننتقل الى بعد كل هذا الحديث عن المطار وعن المشاريع الان ما الذي اخر مشروع اعمار محطة قطار الموصل هاي قصة من سيما للقطار الموصل يعني المطار الناس تلح عليها المستشفيات اللي عليها ضفنا عليها الملاعب اضفنا عليها المسرح مال الربيع اللي يحتاج له مبلغ بسيط جدا ما شارع واحد يصبغوه جماعة المنظمات كان ممكن أن يكملوا مسرح الربيع اللي تقوم به الفنانين نعم. والمثقفين والأدباء وشيء مفرح يعني بيه لأن تعرف طبقة مثقفة كلهم يجون فالمشاريع يعني هي والله هي مأساة تبقى دائما السيده تقول له ليش مسح الربيع ما يقول لك هسه احنا بحال فنانين بحال لا لا قال بحال ادباء لا زين اذا مو بحال فنانين وبحال ادباء بحال شنو العاد نصبغ الشوارع ونخلي الشجر ويعني هاي التشجير و... وتموت الشجر وبعدين نخليها واسعد شويه الامور تغيرت ان شاء الله نعم اللي نتمنى أنه المدينة إحنا نعم البوابات مطلوبة جميلة جدا الشوارع جميلة جدا البعض وليس الكل واللي نتمنى ما عدا هذا نتمنى البنى التحتية نتمنى أنه نشوف فندق الموصل بده يتعمر نشوف مستشفى ابن سينا تتعمر نشوف مستشفى الجامعة تنهض المستشفى الألماني اللي ينهض هي مو بس أنت يعني جيت والله خلت هذا اه 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 أريد التكملة يعني إكمال البناء يعني أنت المستشفى كملتها المفروض أجهزة انت راح تكملها ورا ما تكملها بسنه على ما تجي الاجهزه ورا سنتين على ما تبحث الاجهزه ورا ثلاث سنين على ما يكمل الكادر آه، استاذ لازم آه، الان بعدما تكلمنا عن آه، اسباب تاخر المطار ومحطه القطار نأتي الى ماذا كان وقع تاخر هاتين آه، هاتين الـ يعني ال الواجهتين الكبيرتين كبيرتين في مدينة لمدينة الموصل, الموصل نعم. ووقعهما على أهالي الموصل ما هي المعاناة التي عاناها أهل الموصل بسبب غياب هاتين الواجهتين الكبيرتين هسه احنا أدنا محرومين جويا الميناء الجوي محرومين محرومين من سكة الحديد من سكة الحديد نعم. بالنقل ومحرومين بريا ربيعه و وهو ما اللي بتركيا هم نتمنى اللي نتمنى فشنو المعاناه هسه؟ هسه عن معاناه المدينه محاصره تعتبر نعم المدينه محاصره يعني من يعني هسه يجيك الماده لازم احنا من غير اتجاهات وكل فرد عصير ازيد بينما احنا لو عندنا طريق ربيع مفتوح المطار مفتوح القطار مفتوح الى تركيا الى سوريا الامور تتغير كثير استثمارات تجي استثمارات تجي هسه نعم محرومين من استثمارات من استثمارات ومن زيارات ومن الكثير من الامور اللي احنا اه نحتاجها محرومه منها، حتى عملية النقل البضائع تسأل عندما تكون في القطار أو تكون بالملاحة الجوية أو تكون بال إذا كانت عندنا هاي المنافذ مفتوحة، لكن المدينة الآن تعاني ما تعانيه وكأنما مكتوب عليها الظلم والظلام ومحاصرة مم. بهاي الأمور اللي هي يعتبروها بسيطة بس هي صعبة جدا. يعني مسألة الذهاب إلى بغداد لكثير من الناس الذين لا يتحملون السفر البري. نعم. يلجؤون الى الذهاب الى مطار اربيل ومن هناك الى بغداد بالطائره بالطائره نعم, نعم. بينما احنا لو عندنا الطائره وانا يمكن قلت لك طلعنا من النبي يونس الى السعوديه اعلم الله ما طولنا الساعات باي سنه؟ 2009 ب 2009 نعم في الوقت اللي لسه انت يعني لما تصل اربيل والاجراءات وما اجراءات لك فوق الساعات يعني هي مشكله يعانون منها نعم ما يعرفوا الا اللي يصير عند المشكله او الشغل يريد في إحدى تغريداتكم وصفتم زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للموصل بالمكوكية هي المكوكية كأنما زائر عدة محافظات جانية على الطريق يزورنا أربع خمس ساعات المكوكية دائما إيش يسوون أربع خمس ساعات ويطلعوا على غير دولة نعم يقولوا وزير الخارجية الفلاني في جولة مكوكية في منطقة الخليج العربي فاحنا الزيارة مو زيارة من أربع خمس أيام ولا من ثلاث أيام إجى الصبح راح الظهر إذا هاي مكوكية ما ليش بس مجرد على الطريق كأنما جاي بطريقه شلون نقول مر على الاقليم مر قال خلي مر تغدين الجماعة وشوفهم والسلام عليهم واطلع يا المكوكيه صارت هيك عندنا بالموصل نعم <applause> <applause> كنا نتمنى اكثر تصير الزياره كنا نتمنى يطلع للجسور يطلع يقف على الجسر الرابع يطلع يقف على الجسر الخامس يطلع يشوف الطريق الحولي مكان الجسر السادس السابع المجمع الطبي مستشفى الجامعي يعني إن نحتاج يابا ترى هاي شوف الجامعه 600 سرير مستشفى الالماني بها بعض التوقفات احتمال اروح اشوف ليش اشاكو هاي الزياره اللي زين اروح للمطار اشوف شنو اشاره المطار حتى اذا ما مسكت معكم بس اطلع للمطار شوف ويا شيراتكم وياك هالناس الخبراء وناس المهندسين هو لم يستطع بسبب قصر الوقت لديه نعم. باعتبار هي مكوكيه كما قلت نعم. هل القيت على مسامعه خلال تواجده في الموصل هذه المشاكل على بر... الاقل يعني البارحة الحكي الكلام اللي قاله النائب وعد القدو انه طرحوا عليه المواضيع المستشفيات ليش احنا يعني قال انا قلت ليش مستشفيات لحد الان خمس سنوات ماكو ليش الجسور المطار باقي الامور الاخرى الملعب غيره ليش يعني كذا نعم فهو انطرح اكيد واحد اللقاءات احد الشيوخ اللي يجبرهم ليش واعتقد احد النواب رد علي الاستاذ محمد قايل ليش المطار تتحمل مسؤوليه التاخير مرت تاخر المطار تاخر يعني صار مبالغه مبالغه يعني قلنا قصه حزينه فعلا قصه حزينه كيف عاد سووا مطار ومطار بسيط يعني مو ذاك المطار القوي واللي تسوي فرد مشكله على اساس خل خلال ست سلس اشهر يكملوا فمطار يراد ينتهي موضوعه بعد حتى عيب نحكي به قال المطار وحكى المطار ويوم تروح الناس ترجع على المطار قل له رئيس الوزراء انا يعني كتبت قلت حتى الطفل يعرف مشاكل الموصل يعني احنا كل مره يقولون ليش ما قابلت السيد رئيس الوزراء عمي نقابله يعني مو فرض علم يوميا 100 واحد يطلع بالتلفزيون المواطن البسيط والطفل والكبير والصغير يتحدث بهذا الموضوع، انه احنا مشافينا، مستشفياتنا، محتاجه الكثير من الامور الصحيه والطبيه، مستشفياتنا ما زال اطبائنا الابرار كلهم هناك بال, بال يعني المستشفيات المحيطه بالمدينه على مود لا يداومون يروحون هناك وما حد قير يجيبهم خط احمر مع الاسف، بعضهم ولا يداوم ويستلم راتب. نعم هاي هذا واقع المؤلم يعني من ابنائنا ومن مسؤولينا فالخلل بينا ومسؤولينا يعني احنا كمواطنين بينا الخلل ومسؤولينا خلل ومسؤولينا بيهم خلل يعني ما عدنا لحد الان انا دائما اقول واذكر ما شفنا الروح الوطنيه عند الشعب أنا الا الا ما قل الا ما ربي عند المسؤولين يعني يجي واحد يحكي ب يعني بحرقه قلوب. ما يريد يحكي ما نريد يشتغل بس هو يشتغل هو من يحكي أيه. شلون يحكي غير يعني ياخذ ربع مثلا تعالوا اخوان طيب. يعني خلي واحد منهم يسوي جلسه بالبيت عنده ويجيب الاخوان النواب تفضلوا خلينا نروح سيد رئيس الوزراء انقله على المستشفيات انقله على المطار انقله على الجسرين ليس يعني ليش ليش هيك العفو نوبات المدينه بالاختناقات المروريه تطول لك ساعتين بالطريق واحنا مدينه هالقدتها ليش؟ ليش ما عندنا طريق حولي؟ ليش احنا الجسر الثالث صار جسر الموت بهالتريلات والشاحنات اللي تطلع؟ ويوميه قال الجسر عاطل وحكي الجسر أو من الامور هذه. شكرا لكل هذا التوضيح استاذ لازم حميد الطائي، شكرا لكل هذه أه. لكل هذا الشرح مشاهدينا نذهب الى فاصل ونعود بعده لنكمل ما تبقى من حلقه اليوم، تابعونا. عدنا وياكم مشاهدينا بعد الفاصل لنكمل حلقة اليوم من برنامجكم حدث اليوم أستاذ لازم هل تم حل مشكلة التصريح الأمني لمن يعانون منه أم ما زال عالقة لحد الآن طبعا هذه المشكلة يعني من المشاكل اللي أثرت على محافظة نينوى بصورة عامة يعني كل أهل نينوى يعني لأن اللي عنده معاملة تعويض ومعاملة شهد ومعاملات شهداء من كل الأقضية ونواحي من كل أطراف نينوى من كل مساحة نينوى للأسف الشديد يعني هاي الزيارة الثالثة وجوا المسؤولين الساده الأمني الساده قاسم العرجي ورجل قال بدون تصريح امني والسيد رئيس الوزراء قال الغوا المساله وعداله وفلان قال الغوا فلان الله والوضع على لحد هاي اللحظه على ما هو استاذ جاء كتاب بصريح العباره نعم واجري تعميم لكل الدوائر الحكوميه نعم بالغاء التصريح الامني لكن لحد الان مطلوب منك. نعم. على اعتبار الغاء التصريح الامني آه ليس لان هناك فلتان، لا انما على اعتبار انه كل المواطنين في محافظه دينوا حصلوا على التصريح, التصريح الامني خلال أمني. هاي الفتره. هاي الفتره اللي راح وين من يروحوا وريدوا منه تصريح امني، اللي طلع تقاعدي كان يداوم دا يستلم راتب شو الذي لم أمني. يستلم تصريح امني خلال هذه الفتره آه القي القبض عليه في احدى الدوائر او في عند في مراجعات, مراجعات نعم نعم وتم التحقيق معه نعم نعم اما الباقين الناس الذين يزاولون حياتهم الطبيعيه ولا ولا شائبه عليهم فهم كلهم تحصلوا كل على التصريح يعني لانه الع... هم منين بعد أنا. انتهت هويته الدوليه ماكو شيء ماكو اي ما شيء عليهم المفروض نعم. هذا الموضوع يعني ينحسم هل وع... هل بامكان الان السؤال هل بامكان المحافظه اصدار تعميم يعاقب كل موظف يطلب التصريح الامني ما اعتقد ما تدخل المحافظه مستحيل ما تقدر تدخل المحافظه يعني اليوم كان تصريح السيد المحافظ يقول بدنا نطلب على مود الغاء المساءله والعداله لبعض الامور اللي يحتاجوها العوائل هذا موضوع ثاني مساءله وعداله لا, 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 لا هو نفس هو نفس الشيء موضوع العوائل الشهداء التصريح الامني والمساءله هسه حتى اللي ينطوا فلوس يقول اللي بيده الصك يريد يروح يستلم فلوسهم يقول له مساله وعداله صارت مساله وعداله صار قديم المفروض ان لغى الموضوع لا ما هسه اليوم صار الحديث في السيد المحافظ تحدث به رئيس السيد رئيس الوزراء امن جاء قالوا له, له كافي بعد يعني انتم يعني لا مدى تبقى هاي مساله التصريح الامني والمساله والعداله احنا لا بالعكس خلي خلي اثنينهم سوى لا لا هم اثنينهم سوى هسه يقول لي ما عنده صك يقول له راح تجيب له مساله وعداله زين هم التصريح الامني ودال دائره بعدين راجع غير دائره هم يستلم غيره فانطرح هذا الموضوع على السيد رئيس الوزراء زين من جا من انطى التصريح الامني هناك حاسبه نزل اسمه بالحاسبه المفروض غير هذا أه يصير تعميم على كل دوائر الدوله الدول. ايه نعم على كل الحاسبات اللي موجوده في الدوائر يعني تروح للبلديه تروح للبنك تروح أه للمستشفى تروح اي دائره تروح لدائره الكهرباء للماء هذا الموضوع استاذ غزوان طرح السيد رئيس الوزراء خلال لقاء وعوائل الشهداء اعتقد يعني صار حديث مطول قالوا له انه احنا انظلمنا انه احنا لكل معامله متاخره سنتين وثلاثه على متصريح امني نوبه جت المساله عدالة راحت المساله العدالة بقى التصريح الامني بقى ما ادري يريدون شغله منهم صحت صدور, صدور. اي فقالوا لهم يعني ترى انتقام يعني قاعد تاذون الناس تاذون الاهالي النساء العوائل الايتام هذول خطيتهم برقبتكم انتم مسؤولين عليهم امام الله فصار حديث اي أيوة تقريبا اقوى يمكن مواجهه مع رئيس الوزراء صارت بهي السياره اللي قلت لك انه ما تخلى من ابسط الشغلات يعني لقاؤه بالاهل الشهداء فادت يعني بدو الاطفال شنو معاناتكم شنو قالوا له والله احنا ما طلع رواتبنا ليش والله نتصل على الامن ومسألة اداء له هاك تاخرت وهاي وهذا الموظف هيك فصار عنده اطلاع فالمفروض هو صاحب ضمير وصاحب مسؤوليه اكيد يعني راح يكون هو المسؤول الاب والراعي حقيقه يعني انا من الناس سويت معامله ببغداد، جبتها بنفس بايدي بنفس اليوم يعني ثاني يوم الصبح رحت راجعت البنك، قال لي اريد صحة صدور، قلت له انت تضحك على نفسك تضحك علي، تبوع التاريخ، تاريخ البارحة تاريخ يوم البارحة نعم شنو نعم صحة صدور؟ يعني البارحة البارحة انجزت المعاملة ببغداد، قال اريد صحة صدور من نفس الدائرة ببغداد نعم صحيح وهذه لازم تنطيني اياها تروح بالبريد حتى طول السبع ثمان قلت شهر. انت قال له انت تشاقل وصدق تحكي ايه قال لا هذا هذا ال... شو اسمه السياق المعمول نعم به على العموم انطيت له بالبريد ست شهور يلا جت صحه صدق هو هذا الحديث صار امام السيد رئيس العوائل قالوا له احنا يعني معاملاتنا تتاخر بسبب هاي الامور يقول لك صح تصريح امني على ما يجي صحه الصدور طبعا اخذت له وهذا ظلم يعني ظلم على ذول العوائل ظلم على ذول الاطفال دي يتعذبون دي يتاذون مثلا بعضهم دي ينحرب بعضهم بده يروح للتعليم من وراء انه يشتغل دي له بينما لو عنده راتب يمكن ما يحتاج يروح مدرسه لو يقدر يروح يشتغل بس اذا ما عنده راتب مين ياكلون؟ فهذه دائما انا اقولها مسؤولة يعني اليوم السيد المحافظ قال على اساس راح يجيبون يمكن هي دائما مساله والعداله راح يجيب ضابط من الامن الوطني بالموصل وعلى الحاسبه ويمشون الامور خلال اسبوع لازم تكمل المعامله ما تبقى بعد هي يعني المعلومات بالحاسبة. إيه هم يعني راح يصير تسيّل أمر إن شاء الله نشوف هاي زيارة الثالثة اللي تسيّل أمر احنا قاليها يعني أحد النقاط المهمة اللي انطرحت على السيد رئيس الوزراء بقوة هاي المرة إن شاء الله اللي قلت لك ما تخلو من فائدة هاي احد الفوائد إن شاء الله. نعم. اهالي نينوى ناشدوا معالي رئيس الوزراء في زيارته الأخيرة إلى المحافظة لإعادة إعمار الجسرين السادس والسابع والطريق الدولي. نعم. الدولي نعم. الحولي كيف كان؟ تجاوبه مع هذا المطلب والله هو رجال راح يقول لك يعني عندك اموال الامن الغذائي وانت تكتب على السادس والسابع فالخلى الكره اكيد يم المحافظه والمحافظ اليوم السيد المحافظ قال قال ان شاء الله السادس والسابع والطريق الحولي راح يصير من الامن الغذائي هم نوبه اول مره قال السادس والسابع والحولي قبل فتره بعدين قال السادس والحولي والسابع راح وبعدين بعدين رجع اليوم اعتقد قال السادس والسابع والحولي يعني رساله الى السيد المحافظ اتمنى ان يهتم اهتمام كبير جدا في هذا الموضوع ان ينهي موضوع الجسرين السادس والسابع والطريق الحولي حتى يدخلهم بصمه باسمه نعم. ليش يجي غيره ياخذ هاي البصمه حتى يقولون هاي المشاريع الفلان نجم الجبوري اللي قام بها لا نظل احنا عندنا اموال ونعطي الطريق حولي او طريق العفو طرق ريفيه وما طرق ريفيه خليني نستفاد منها كمشروع كم استراتيجي مهم وتستفاد منها هاي المدينه نعم واحده من اكبر المشاكل الاخرى التي تعاني منها نينوى وليس الموصل فقط هي مجال الصحة المستشفيات الكبيرة ومستشفى الجمهوري والمستشفيات الأخرى ومستشفى ابن سينا والمستشفيات في الأغذية والنواحي أيضا كيف كان إصغاء معالي رئيس الوزراء لمطالب الصحة في هذا المجال احنا مرة اصغاء سيد رئيس الوزراء قال له المجمع الطبي مدمر لا. قال هاي مبلغ واحدة منهم كلها حصير بنسينا على اساس علمنا الغذائي قال مبلغ ضخم واليوم السيد المحافظ قال قال, قال انه هذه يعني مشاريع استراتيجية لا. لكن عندنا الساعة مثلا شوف الخنساء عاطلة اللي هي على القرض الكويتي على اساس كربانية بعدين سووها صبة كونكريتية زادوا المبلغ 7 ملايين يورو او دولار دو لحد الان الجانب الكويتي انا قبل العيد كنت بالمستشفى فكان عندي لقاء اخوي يعني وتحدثنا بهالموضوع واتصلت بالاستاذ سالم عثمان مدير الصندوق قال ان شاء الله بعد العيد اكيد يعني خلال 15 يوم ايش تحتاج؟ هو شوف من يجي السيد رئيس الوزراء ما مو يخلون اي انسان يجي يواجه اي مواطن يجي يواجه يعني بات مواطن عنده معلومات انتم جيبوا الناس كلها جيبوا الناس اللي تعرفون انه في ممكن انه يوصل في رساله واضحه للسيد رئيس الوزراء. يعني انت من تقول له سياده رئيس الوزراء مستشفى الخنساء الجانب الكويتي متوقف من يشيل التليفون على الجانب الكويتي اكيد راح يسوي في شغله. اكيد راح يستعجلون بالموضوع يقولوا نواب ترى المستشفى متعطله وانتم لحد الان ما وافقتوا على هذا المبلغ توافقون توافقون ما توافقون قولوا لنا ما نوافق المبلغ, <applause> اللي ضاق خلص لضاقي. حتى نشوف اذا هنا دور رئيس الوزراء من اقول لك المحافظ والنواب من يقولون للسيد رئيس الوزراء من يروحون بقوه ويقعدون وياه ويكتبون اللي يريدوه وحده وحده يمشوها هذا موضوع مستشفى السلام هو تاخر مستشفى السلام مثل ما تاخر مستشفى الخنساء. لحد الان الاعمار يمكن نسبه جي يعني غير جيده وما مقبوله لانها كان المفروض خلصت يعني من 2019 أساس تقدم وما صارت تاخرت ويوميا المهندسين وغيرهم وناس متلاكين ناس عديمي الضمير لان اللي يساوم على مود مستشفى ولا على مود مستوصف هذا ما عنده ضمير من اجل انه ياخذ فلس او كذا ياخر ويسوي ما يهمهم لو عنده ضمير ما كان يسوي هذا الشيء فاحنا دائما نقول احنا بحاجه إيه بحاجه اول المسؤولين ما الى إيه ضمير ان يكون عنده ضمير انه ما ينام اذا ما يحس ايش اكو مشاكل عند الشعب ماله شنو مشاكل المواطنين استاذ احنا نظل هذا عنده ضمير وهذا ما عنده استاذ اللي يشتغل يشتغل اللي ما يشتغل حيلة على القضاء وخلاص ماكو ما يعني ما ينحل من يحيل على القضاء انا حيلة على القضاء من يحيل المحافظه حيلة غير واذا محاصصه شلون يحيله لقي لي زياره دو... مسؤولين دوائر الدوله يلا يومي يطلع بالمصلية وغير المصلية وبالشرقية ويطلع بغير قناة وبغير قناة بدجلة وكذا والصحفيين وعبر البث المباشرة أنه الكثير من دوائر الدولة تعاني من مشاكل وتعاون ظليت أحكي يقول لهم التسجيل العقاري بسرقات سرقات وبي يعني صعب وبي تزوير وبي تزوير وترى راح يصير مشكلة ولا حد دار بال ترى الأراضي قاعد تمشي ترى الأراضي تنباع ولا حد قال الساعة بيش وتالي تشوف هذا اللي وهذا ليش فأمور كثيرة يعني تايهة ما, ما لسه إضافة لمشكلة المباني مباني المستشفيات المدمرة هناك نقص في المستلزمات الطبية هل طرحت على معالي رئيس الوزراء؟ أعتقد تصريح السيد مدير الصحة دكتور فلاح الطائي قال قال أنا أخبرت رئيس الوزراء أنه إحنا ما قدم مستلزمات أنه مدينة طونة أنه محتاجين أدوية ومستلزمات طبية كثيرة أن المدينة نعم. تعاني من هذا الموضوع فقال طلب مع يعني معاليها انه تجيب ما تحتاجونه مع الوفد اللي راح يروح فيه السيد المحافظ من اجل تقديمه والسيد وزير الصحه يعني, يعني التباحث مع السيد وزير الصحه بهذا الموضوع رغم انه حسب ما يقال انه السيد وزير الصحه والوكيل الاستاذ هاني نعم. دائما هو يعني مع اهل مدينه الموصل نعم وننتظر ان شاء الله الخير لهذه المدينه عسى ان تكون هذه الزياره اللي قلت لك لابد انه لا تخلو من فائده فان شاء الله الصحه هم من احد اللي راح يصير الفوائد في اخر سؤال باقل من دقيقه ما مصير النازحين الذين فقدوا منازلهم في المدينه القديمه ويسكنون المخيمات لحد الآن هل طرحت هذه المشكلة على معالي رئيس الوزراء؟ طرحت مشكلة النازحين أكيد يعني طرحت أنا ما أعرف بس أكيد هم طرحوا هذا لأن هذا موضوع مهم وموضوع النازحين موضوع يعني صار شائك المفروض ما يبقى ينازح بعد بالعراق ما عدا الناس اللي شلون نقول عليهم مشاكل أمنية أو مشاكل عفوا عائلية أو عشائرية بيناتهم ممكن أن يروحون بمكان وحرامات حرامات نحن لحد هذا الوقت او لحد هذه نرى اليوم احترق مخيم الزيديين مال بدوك الاخ يقول بال بالرزازه ليش؟ هذول بشر هذول اهلنا عرضنا وشرفنا هو شنو؟ انسان مواطن عراقي من حقه ان يعيش حره كريمه لكن للاسف الشديد ما يلقون اي حلوان كتبت قبل اسبوع يمكن منشور قلت يعني يوميا النائب يروح يزورهم لا حرامات والله انتم ما يصير هذول اهلنا وهنا ساعه زمان يقعد يومهم يسوي له فره يصور يصور في لا في لا والموضوع ينسى اهم يصور والتبريد وبالكذا ونقول حاره فكيف هو بالخيمه او بالتشينكو يعني حرامات انا اقصد على مثل ما تفضلت يعني أقصد بدهوك وبزاخو واللي بالخازر واللي بالرزازه واللي باطراف بغداد يعني ليش هذا الوضع لحد الان نازحين ليش النزوح موجود؟ هسه يعني هم لو لبانين لهم عمارات سكنيه بمناطق بناء عمودي وسكنهم اقلا مريح يعني حتى راح يعفوا من بيوتهم وفضوها ليش مقعدوا يجبشنكو ويطلعون لك ناس زلم خشنه عوائل محترمه ليش ليش أضلهم؟ أضلهم هذا الظلم هذا الظلم هذا هذا هان المواطن العراقي ايا كان اذا كان بسيط يزيدي واذا كان يعني مسلم ولا مسيحي ولا كردي ايا كان ما نقبله المفروض هذا يعيش عيشه حره ليش انتم مخليه بالخيم ودق المليارات تخلوها بجوفكم؟ مليارات تقدر تصرف عليهم هسه تعرف يجون نصرف على المهاجرين والمهجر يجروا او النازحين يعني تبني بها عمارات ومدن مدن سكنيه تم يعني تبني بها مدن كامله زين انت عندك 2000 نازح تعال 2000 عائله سوي لهم 2000 شقه سكنيه وانهي الموضوع اخذ لهم ارض زراعيه وابنيها مثل ما تبنوا غير مكان وخليهم قاعدين حتى مهم يقول لك هذه بعدها حياتي انا في البيت وأف اهلي في كل شيء صح انتم و... لا ترجعوهم للاراضيهم ولا تبنوا لهم بناء ما لوادم كانما عقوبهم هم ما مستحقيه لهم داعش ولهم ولو داعش فشو يسوي؟ داعش دخل لهم يعني شنو شو يسوي؟ يروح يقاتلوا ما عنده سكينه ما عنده يضربوا بها، شو يسوي يعني؟ شكرا جزيلا استاذي العزيز الاستاذ لازم حميد الطائي آه الناشط المدني والمتابع للشأن المصلي، كنت ضيفا خفيفا الظل في حلقتنا، شكرا, شكرا جزيلا, جزيلا لك. عفنا. شكرا لكم وشكرا ونتمنى مم. ان نلتقيك في حلقات قادمه ان شاء, إن شاء الله. الله. ان شاء الله. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء ملتقانا وإياكم في حلقات قادمة وضيوف جديدة ضمن برنامجكم حدث اليوم إلى اللقاء